السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي لكم أخواني، وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد، ورحب بكم أجمل ترحيب. واليوم احنا عندنا أهم الكتب اللي موجودة عندنا والمصادر اللي هي الخاصة بتدريبات الصوت والغناء، واللي هو موجود عندنا هذا للدكتور طارق حسون فريد اللي هو أحد أساتذتنا الله يرحمه. وطبعا هذا الكتاب هو أحد المصادر المهمة في الغناء. طبعا يتناول هذا المصدر تمارين الاسترخاء وأيضا تمارين استرخاء الحنجرة وعملية النطق الصحيحة والحقيقية وتقنية التبويقية وأيضا عملية التنفس الصحيحة بالنفس وتمارين النفس الصحيحة وتمارين تحديد الطبقة وتمارين أيضا الإلقاء الصحيح بأن يكون صوتك جميل من خلال هذه المراحل. طبعا المرحلة بتنتقل مرحلة بعد أخرى، ومثل ما نلاحظ هسه أمامكم شوف هذه العمليات اللي هي أمامكم شلون عملية وضعية المستقيمة، عدة وضعيات تلاحظون أمامكم بها بتفاصيلها، وأيضا هذه شوف نلاحظ. فأشرب بكم مرة أخرى وأهلا وسهلا بكم في هذه قناتي، وأيضا القناة متخصصة بتعلم العود وأيضا الغناء العربي والنظريات وقراءة النوتة والسولفيج طبعا. وهذا الكتاب هو أحد المصادر المهمة اللي معتمدة أنا في دراسة الصوت والغناء العربي. أتمنى أنه هذا الفيديو البسيط أنه أفادكم من خلال المصدر ومن خلال المعرفة الحقيقية بالعملية والمصادر اللي أتناولها في دراسة الغناء العربي. تحياتي لكم ومع ألف سلامة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.